وجه قادة الاتحاد الأوروبي المجتمعون في بروكسل رسالة حازمة لتركيا متضمنة تهديدا بفرض عقوبات عليها إذا لم توقف عمليات التنقيب غير القانونية في المياه الإقليمية لجزيرة قبرص. وأكد رئيس الوزراء اليوناني كرياكوس ميتسوتاكس أن الاتحاد أرسل رسالة واضحة وموحدة بشأن التضامن مع اليونان وقبرص من ناحية، الحزم تجاه تركيا من ناحية أخرى. وأضاف أن تحسين العلاقات بين الاتحاد وبين تركيا تقتضي تعليق تركيا كل عمل أحادي الجانب. ومن جانبها أعربت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عن رغبتها في وجود علاقة بناءة مع تركيا تحفظ حقوق اليونان وقبرص. حذرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسالو فون دير لاين من أن تركيا يجب أن توقف أعمالها الأحادية، وإذا استمرت هذه الأفعال فستستخدم أوروبا جميع الأدوات المتاحة لها. من جهتها رفضت تركيا تهديد الاتحاد الأوروبي بفرض العقوبات عليها على خلفية أنشطة أنقرة للتنقيب عن الغاز شرقي المتوسط، وصفة التلويح بالعقوبات بأنه غير بناء. وقالت وزارة الخارجية التركية ردا على قمة الاتحاد الأوروبي أن تواصل استخدام لغة العقوبات أمر غير بناء، وعلى الاتحاد الأوروبي أن يفهم الآن بأنه لن يصل إلى شيء من خلال هذا النوع من الخطابات. قالت الوزارة أن بيان الاتحاد الأوروبي أظهر كيف أن بعض الدول أرادت تطوير العلاقات مع تركيا، لكنه كان أيضا مثالا على كيف أن اليونان وقبرص أخذت العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وتركيا رهينة. كما دعت تركيا الاتحاد الأوروبي لتشجيع الحوار بين جمهورية قبرص والقبارصة الأتراك في الثلث الشمالي للجزيرة لإنشاء آلية لتنسيق الأنشطة الهيدروكربونية.